أكيد أنه الأمس كنا على موعد مع تنفيذ الشك الاحتجاجي الذي سبق وأن دعونا إليه، والمتمثل في اعتصام بمقرات محاكم الاستئناف مقرون بإضراب عن الطعام. وهو الشك الاحتجاجي الذي باشرناه هو انطلق الاعتصام على الساعة 10 صباحا بمقر محكمة الاستئناف بتطوان، على غرار باقي المحاكم التي كانت تعرف نفس الشك الاحتجاجي من طرف باقي الإدارات المحلية. إلى حدود ساعة استمر الاعتصام إلى حدود الساعة 8 مساء أو 8:30، حيث تقدم إلينا السيد الوكيل العام رفقة السيد النقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان، وطلب منا أن نفض الاعتصام، موضحا أن قرارا بمنع المبيت قد صدر، وأنه يتوجب علينا إخلاء المكان والالتحاق ببيوتنا نظرا لحساسية الوضع، وكون أن المرفق هو مرفق عمومي وما إلى ذلك. لكن أوضحنا للسيد الوكيل العام أنه نحن نعتبر أنفسنا في بيتنا، والمحكمة نقضي فيها من الأوقات أكثر مما نقضيه في بيوتنا، وبالتالي فنحن لسنا مخيرين وإنما مضطرين ومكرهين على خوض هذه الأشكال الاحتجاجية، نظرا لكون أننا لم نلقى آذانا صاغية بعد لمطالبنا العادلة التي تروم في أساسها وعمقها إلى الدفاع عن مصالح المواطنين بدرجة أولى. استمر الوضع على هذه الحالة، وردت علينا اتصالات من عدة جهات، فلم نعمل على فض الاعتصام إلا بعد أن صدر بلاغ عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في حدود الساعة 9:30 على ما أعتقد. وجه نداء إلى كافة المعتصمين من أجل فض الاعتصام بعدما تقرر مقاطعة جميع المحاكم الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي اعتبرنا أنه اعتبارا لمؤسساتنا المهنية، وحتى نفسح المجال للسادة النقباء في اجتماعهم بالسيد رئيس الحكومة المزمع عقده يوم 2 المقبل، قررنا تعليق الاعتصام مؤقتا إلى حين الاطلاع على مخرجات هذا الاجتماع وما قد تؤول إليه الأمور، عقب ذلك لكل حادث حديث.